أكد الجهاز الوطني للإيرادات اهتمامه بمواصلة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالقيمة المضافة بهدف تحقيق التطبيق السليم لكافة جوانبها، مؤكدا استمرار البرنامج التعريفي المكثف الذي أطلقه في ديسمبر الماضي قبل بدء تطبيق القيمة المضافة من خلال عقد سلسلة من ورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة، جاء ذلك خلال الورشة التي عقدها الجهاز الوطني للإيرادات بدات بالتعاون مع شركه بلانت لتعريف الشركات باجراءات نظام استرداد السياح والزوار والمواطنين المقيمين في الخارج نسبه من مبالغ القيمه المضافه وتطرقت الورشه الى المفاهيم الاساسيه المتعلقه بالقيمه المضافه والسياسات الخاصه بهذا القطاع وضمان تطبيقها بصوره صحيحه كما تناولت اليات تطبيق نظام استرداد السياح والزوار والمواطنين المقيمين في الخارج نسبه من مبالغ القيمه المضافه الى جانب كل ما يتعلق بالامور الفنيه والتنظيميه المتصله بالقيمه المضافه وقد تم تعريف ممثلي الشركات على تفاصيل الفواتير الاساسيه المتمثله في وجود رقم شهاده التسجيل والمبلغ الاجمالي بعد القيمه المضافه الى جانب الامور المتعلقه بتحصيل مبالغ القيمه المضافه وتزويد الجهاز الوطني للايرادات بها والاجابه على كافه الاسئله والاستفسارات بما يكفل تحقيق التطبيق السليم للقيمه المضافه